هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا لقاءنا هذا، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. مرحبا بكم في برنامجكم رمضان كريم. ثم أقول وبالله التوفيق، بعدما رأينا مخالقة الوالدين بالخلق الحسن، نمر إلى الدرجة الثانية، إلى أقرب الناس إلينا، إلى أزواجنا. سبحان الله، المرأة زوج والرجل زوج، رغم أن كل منهما فرد، ولكن الله سبحانه وتعالى اعتبرهما زوجين، كل منهما زوج، وامتن سبحانه وتعالى على البشرية فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكون وهدوء وطمأنينة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مودة ورحمة، الود والمودة والرحمة كلها باقية ولا تفنى أبدا. لماذا؟ لأنها تستمد قوتها من الدائم سبحانه وتعالى، وما استمد قوته من الدائم يدوم ولا يفنى. بل إن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى من أول سورة النساء، سورة النساء، ليس هناك في القرآن سورة الرجال، وهناك سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يعني فزوجك هو من نفسك، منك وإليك، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جعل الله سبحانه وتعالى ميل الذكر إلى الأنثى أمرا فطريا، آية من آياته، علامة من علامات حبه ورأفته بعباده سبحانه وتعالى، أن خلق لهم من أنفسهم هذه الأزواج
للسكون والهدوء والطمأنينة، زواج. وأحاط الإسلام هذا الزواج بهالة من القدوسية، كيف لا وقد اعتبره حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم شطر الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. وحتى تكون هذه العلاقة على أسس متينة وعلى أسس قويمة وحتى تدوم، جعل الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم معايير على وفقها وحسبها يختار كل طرف من الأطراف أو كل طرف من الطرفين في هذا الزواج، يعني الزوج والزوجة، على أساس هذه المعايير يقع الاختيار. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. شفتوا شو المعيار؟ إذا جاءكم من ترضونه، من ترضون فيلته، مرسداسه، شهريته، لا، من ترضون دينه وخلقه، لأن ذلك هو الأساس، ما ثم حتى أساس آخر، وعلى هذا الأساس يجب أن يختار الإنسان زوج ابنته أو أن تختار هي زوجها. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للفتاة التي ستكون زوجة المستقبل أعطانا كذلك معايير أربعة. قال: تنكح المرأة لمالها، مرأة غنية، ولجمالها، سمحة، ولحسبها، يعني ذات حسب ونسب بنت فلان، ولدينها. أربعة أسس، كي تجتمع الأسس الأربعة في طفلة، في زوجة، هذه نعمة من أكبر النعم التي يتنعم بها الله سبحانه وتعالى على عبده. زوجة غنية وجميلة وذات حسب وذات دين. أما إذا لم تتوفر الشروط الثلاثة الأولى، إيش قال لنا سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، اجري وما تفرطش، ما تفرطش في صاحبة الدين. لماذا؟ لأن الدين يستمد قوته من الدائم. بين الأسس الثلاثة الأولى كلها مادية زائلة، فإذا بنيت علاقتك بزوجتك على هذه الأسس المادية الزائلة فإن علاقتك بها ستزول بزوال هذه الأسس المادية الزائلة. أما الدين فلن يزول، لأنه يستمد قوته من الأزلي سبحانه وتعالى، وما استمد قوته من الدائم يدوم بدوام هذا الدائم. ثم بعد أن يتم الزواج وأن ييسر الله سبحانه وتعالى لقاء هذين الزوجين المرأة والرجل، الله سبحانه وتعالى أمرنا بحسن المعاشرة، وهذا هو المخالقة بالخلق الحسن. حسن المعاشرة: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. وإلى فاصل قصير نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى.
الأصالة ليس له مثيل. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المعاشرة بين الزوجين من أصعب العلاقات، من أصعب الأمور، لأن هناك نفسان بشريتان يصعب جدا أن يتلائما إذا لم تكن هناك مودة ورحمة، إذا لم تكن هناك معاشرة حسنة بين هذين الطرفين. ولذلك أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المعاشرة الطيبة، قال: فاستوصوا بالنساء خيرا، ما يكرم النساء إلا كريم، وما يهينهن إلا لئيم. اتقوا الله في الضعيفين، المرأة والطفل، لا يغلبهم إلا كل لئيم، ويغلبون كل كريم. يعني المرأة والوليد الصغير ما يغلبهم وما يهينهم إلا اللئيم، وهما يغلبوا كل كريم. سبحان الله العظيم، ترى أحدهم في الشارع كأنه أسد، فإذا دخلت عليه وهو مع أولاده تجده صبيا مع صبيانا، وتجده هين لينا مع زوجته. لا يغلبهم إلا كل لئيم، ويغلبون كل كريم. واسمعوا توش قال سيدكم صلى الله عليه وسلم: وأنا أفضل أن أكون كريما مغلوبا على أن أكون لئيما غالبا. فصلى الله عليك وسلم يا سيدي. سبحان الله العظيم، الحياة الزوجية دقيقة جدا. ولذلك بعض المفسرين الذين فسروا قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، إش قال؟ قال: ليس حسن معاشرة الزوجة في عدم إيذائها. هكا من تحصيل الحاصل، المسلم المؤمن ما يهين زوجته، ما يأذي زوجته. ليس حسن معاشرة الزوجة في عدم إيذائها، ما لفاش، حسن معاشرتها في تحمل أذاها. هي تؤذيك وأنت تتحمل هذا الإذاء. سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله عن سبب بقائه مع زوجته دون مشاكل قرابة نصف قرن. شنو السر تقعد أنت ومرتك 50 سنة أو أقل دون أن يقع بينكما مشاكل وعرك ومعروك وتطيح قدر؟ إيش قال لهم رضي الله عنه؟ قال: كنت إذا غضبت أرضتني، وإذا غضبت أرضيتها. تعامل، تبادل لا بد منه في الحياة الزوجية. فما برشا من الناس يغلطوا ويعتبروا أن الحياة الزوجية جنة، يحب يبقى مرته ملسة ما فيها حتى عيب، وهذا أكبر خطأ. وهي تبتقى زوجها ملس ما فيه حتى خطأ، هذا أكبر خطأ. من لابد أن نرضى بما في هذا الطرف أو في ذاك حتى تستمر الحياة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما رأينا: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. وكيف كيف
ولا تفرق مؤمنة مؤمنا، إن كرهت منه خلقا رضيت آخرا. في الحياة الزوجية لا بد أن تكون هناك مشاكل، لا بد لا بد، وإلا أصبحت دنيانا جنة ونحن لسنا في الجنة، احنا في الدنيا، والدنيا اسمها فيها دنيا من الدناءة، دنيا لا بد من المشاكل، لا بد من بعض الغضب. أكبر الأدواء اللي تصاب بها الأسر هو الغضب، أكبر داء. ولذلك سيدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أحدهم أوصيني يا رسول الله إيش قال له؟ قالوا لا تغضب. أوصيني يا رسول الله لا تغضب، أوصيني يا رسول الله، قال لا تغضب، وأعطانا الدواء للغضب، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه رغم توصيته لنا بعدم الغضب أننا سنغضب. فبماذا أوصانا؟ إذا غضب أحدكم فليكسر الشيء الذي أمامه وليضرب كل من يعترضه. قال إذا غضب أحدكم فليغير وضعه، فإذا كان واقفا فليجلس، وإن كان جالسا فليلتزق بالأرض وليذهب ويتوضأ. فإن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. أي نسألك ما السؤال هذا يا أشكون يداوي بهالدواء هذا؟ وقت اللي يغضب يبدل حالته ويمشي يتوضا إلا ما رحم ربك. علينا أن نداوي بالدواء الذي وصفه لنا طبيبنا صلى الله عليه وسلم. لو المرء إذا غضبت زوجة أحدكم، كي زوجتك تغضب إيش تعملها؟ بالبوني على خنافرها، تكسر لها خشمها. اسمع سيدك إيش قال لك، إذا غضبت زوجة أحدكم إيش يعمل؟ فليضع يده على ناصيتها وليقل اللهم أذهب غيظ قلبها ونور صدرها. محلها سيد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله، أنت تعرف نفسيات العباد، لأن بمجرد أن يرفع الرجل يده ليجعلها على ناصية زوجته الغضب، فإن درجة أو درجات كبيرة من هذا الغضب ستنقص وستتحول بإذن الله سبحانه وتعالى إلى رضا. أما إذا تمادينا في الغضب وتمادينا في المغاضبة والهجر، فإن ذلك لا يزيد الأسرة إلا بعدا وتشتتا. فعلينا أن نفهم هذا، وأن يعامل بعضنا البعض بالحسنى. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب النساء وقال لهن إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها أو بعلها دخلت جنة ربها. الرجال عاد يقولوا ما الشيء هذه كبيرة برشا، أنا الكلام هذا يقول لك كله للنساء وإحنا ما تكلم علينا حد شيء. يقولوا لا رد بالك، لا تكلم عليك سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقالك رد بالك على مرتك، ما يكرم النساء إلا كريم وما يهينهن إلا لئيم. وأنت أيها المسلم أيها المؤمن يجب أن تكون كريما حتى يكرمك الله سبحانه وتعالى، ولا تكون لئيما لأن اللؤم ليس من طباع المسلمين والمؤمنين. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.